درعا مدينة وسط الحرير، أحد المنازل محروقة بعد هدد وقف إطلاق نار مزعومة. درعا مدينة قصر الحرير، أحد المنازل المحروقة من قبل جيش النظام الأسدي بعد هدنة وقف إطلاق النار. بسرعة على الكمين مشان ما تطلع. درعا مدينة قصر الحرير، أحد المنازل المحروقة بعد هدنة وقف إطلاق النار مزعومة. 17/4/2012. حرام ليش بقيمة.